السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أتكلم عن برنامج الجوجل شيت. هذا هو البرنامج شكله من برا. أوكي راح ندخل عليه. عشان تقدرون تشتركون بهالبرنامج لازم يكون عندكم أكاونت على جوجل على الجيميل عفوا. أوكي راح أعلمكم الطريقة. أول شيء تسوي لكم أكاونت على الجيميل. بعدين راح أول ما تدخلون على البرنامج راح تطلع لكم هذه الصفحة من برا، هذا وهذا الخانة والمربع، وراح تكتبون الإيميل وتسجلون فيه. أوكي هذا البرنامج جدا حلو وجدا سهل، يوفر لنا وايد خدمات. من هالخدمات أقدر أنا أحط مواعيد العمل مالتي، أقدر أحط أسامي طلبة عندي، درجاتهم، الحضور والغياب، أقدر أشوف عندهم بعد خدمة وايد حلوة، فهي ودينج بلانر اللي هي خطة العرس. إذا كنتي عروس أوكي تبي تشوفين شنو الطلبات شنو اللي ناقصك، تقدري تستخدمين الودينج بلانر. أوكي أول راح إيه وأقولك عندهم من أكثر شيء أسامي الطلبة أو أسامي أحد أنا أبي. أوكي عندي بال ايباد او جهاز. راح ندخل على هذه المربع هذا الدائرة اللي على اليمين تحت، راح اضغط عليها. راح اضغط اول شيء على choose tables. اوكي مثل ما انتم شايفين عندنا وايد اشياء، تقريبا يعني فوق 8 اشياء في 10 اشياء. هذه خانة تكتبون فيها الأشياء مالكم. مثل ما انتم شايفين تدرون أول ما تخلصون حطون انتو خط على الكلام ان خلصتوا شي. اوكي انا اغير اللون، اغير اللون الايقونة او لون المربع نفسه من داخل. اوكي انتم شايفين غير اللون. اوكي اقدر اغير لون الكلام. اغير لون الكلام، اقدر اغير الخط، السايز اذا انت تبي بالميدل او باليمين او اليسار، اذا انت تبي مايل بولد، نوعية الخط شو كنت شايفين وايد عندنا. اوكي هذا اول شيء. ثاني صفحة عندنا حرف هذي مهمة. أقدر أغير شنو أبي، أقدر أحط شنو أبي، يعني مثلا العنوان هذا ما أبي أستخدم زين هالصفحة شيء ثاني، أقدر أنا أغير العنوان، أكتب اللي أبي مثلا، كل يعني كل شيء ما أبي بالصفحة أنا أقدر أغيره، لأن أنت مو مجبور إنك تعتمدين عليهم بكل شيء. عادي يعني. أتحكم بالصفحة مثل ما أنا أحب، مثل ما هم يحبون، لا بالعكس هم معطين هذه الخاصيات للفور عشان أنا أقدر أتحكم بالصفحة، أقدر أسوي اللي أبي. أوكي نتحكم بالشيت. راح نروح حق المونثلي بادجت. أوكي هذا المونثلي بادجت اللي هي مثل أقدر أنا أشوف أنا يعني مثلا شنو صرفت، شنو سويت، شنو أعطيت، الخطة اللي أنا أبي أسويها حق الشهر هذا، مثلا يعني شيء. مثل ما تشوفين من
food, the gifts, travel, others, custom, the bits, personal, يعني أشياء وايد حلوة. مني إذا كان عندي بونس, إذا عندي interest, others, يعني أشياء وايد حلوة بهالبرنامج. كل شيء أبي أغيره, يعني شيء أبي أغيره راح أقدر إني أغيره. يعني أنتوا ما تكون معتمدين عليهم, أنتوا يعني ما راح يحاسبكم, ما راح عفوا ما راح يتغير شيء إذا أنتوا غيرتوا. يعني ما راح يخرب البرنامج. كل شيء أنتوا تسوونه يصير عندكم. أوكي, نروح حق الكالندر. هذه الكالندر أوكي, وايد حلوة فكرتها إن معطينا الكالندر. أقدر أنا مثلاً إذا أحط تاريخ اليوم مثلاً, أوكي أقدر إني أغير مثلاً أحط موعد. طيب تغير عندي اجتماع, يعني ايش ابي انا اقدر اسوي. اقدر احط مثلا لون انا ابي مثلا احمر عشان يميز لي هالتاريخ. اوكي, ممكن نقلب الخط سايز. يعني حط الثمن الشان العربي اللي هو نوع الخط. اوكي, ومجرد ما انا اضغط على هذا الصفحة اللي فوق راح تسيف عندي صفحة. خلصنا من الكالندر, راح اروح حق الصفحة اللي وراها. هذه الصفحة انا وايد حبيتها, اوكي, لان فيها خدمة وايد حلوة. ان انا اذا كان عندي موعد يوم معين او وقت معين بيوم معين بوقت معين اقدر اني اسجل. يعني مثلا يوم الاثنين 11 عندي اجتماع, مثلا مني عندي مثلا عرس اكتب. يعني اي شيء انا اقدر اسوي اذا اكتب اقدر احطه. مني اقدر اكتب عنوان النبي. مثلا مواعيد الاسبوع. شو المعنى نكبر الخط بس نشوفون. اوكي, كبر الخط انك تنقل العنوان غيرنا مثل ما احنا نحب. اقدر ان الغانة السامية علي صار اقدر اني ارجع كل شيء مثل ما كان. اوكي, اروح حق التربط. هذا بعد وايد حلوة الخاصية. وايد حلوة الخاصية, فيها مواعيد ومعدة سفر حق أنا الفندق اللي أنا حاجزت له متى أوصل الديرة الثانية وكذي. يعني مثل ما شايفين مني كاتبين لكم من نيويورك USA, ومن كاتبين JFK اللي هو مطار نيويورك. أوكي, كاتبين الساعة كم راح يكون مول نيويورك اللي هو الرايف. اوكي, الديبارت الايربورت الكون. اوكي, اللي يعني رقم الرحلة. اوكي, ابني مثل ما تشوفين هوتيل نيم اللي هو 123 هوتيل افنيو. اوكي, الساعة كم تشيك ان, نايت فري نايت, الموعد والحجز وكذي.
نجيبها. اوكي، واجمل الهم من حتى بالتايتل قدرنا احط انا من العنوان، العنوان الرعلة اللي ابي مثلا ايطاليا، اذا انا شارلز عدد اللي معاي بسفرة، الديتس من متى لمتى، الديستنيشن اللي هي الدولة اللي راح اروحها او الولاية او المكان اللي راح اروح له وشي. اوكي، حروح الخانة اللي بعدها، تلاحظوا معاي ان انا ادخل على هذا النجم اللي تحت والعلامة الزائدة اللي تحت، قاعد ادخل choose tab. اوكي، عندنا مثل ما قلت لكم خطة الزواج او wedding planner. هذه تساعدني وايد عشان ما اخذ نفسي وما اتعب نفسي بالاشياء وما اضيع نفسي، اذا انا يعني احط خطه مثلا انا شو ابي، شو ناقصني، شنو الاشياء اللي لازم تكون موجوده، كل شيء انا ابي اني احطه بالمشرفين مني التودو اللي انا لازم اسويه من تحت. اوريكم مواليد وايد سوي تحت نضغط عليها، شنو انتي شايفين، شنو ابي اغير. يعني مثل ما علمتكم تحطون تلك دلك على الشاشة وراح تغير الصفحة. اوكي، راح اروح حق اللي بعدها اللي هو تيم روستر. مني التيم اللي اذا كنت بلعب مع شخص، اوكي تيم اللي هو يعني تيم ما شنو يعني، بس تيم يعني اوكي. فرست نيم لاست نيم انا حاطه دبل كليك على الشاشة وراح تطير لي الخانة، الفون نمبر، الايميل، البروست يعني اللاعب اللي هو يكون فانكشن، الناس اللي لاحظت ان الفونتس. اوكي، طبعا بكل صفحة وبكل شيء احنا قاعد نسويه نقدر نتحكم بالصفحة ونقدر نسوي اللي نبي. اوكي، راح اروح حق الفويس، مني مثل ما انتم شايفين خليك بالشاشة. أهم مني مثلا عجبتني هذه الصفحة أبي أغير فيها، أقدر إني أغير فيها، إذا أنا أحط اللي أبي، أقدر أنا أسوي كل شيء أبي بالصفحة. أوكي، ويكلي تايم شيت هذا أسبوعي، إحنا قبل شوي تعلم على مونتلي، الحين أسبوعي، الحين عند بروجكت أي، بروجكت بي، بروجكت سي، بروجكت دي. اوكي، مني مثلا بروجكت اي اقدر احط اي يوم، شنو يعني كم ساعة، بعدين شوف تحت توتال اورز اللي هو اورز سوري، حنحط كم ساعة بالمونداي مثلا، كم ساعة يعني كل يوم نشوف مثلا كل يوم حاط لي كم ساعة لحد اللي هو هذي total hours. اوكي، مثل ما انتم شايفين من مني اخر شيء حاط لي total number اشتغلت بالاسبوع، هذا اللي هو مثلا المفروض المعاش او الشيء اللي انا اشتغلته. اوكي، اوكي حروح حق البزنس. هذا مني من انا عجبتني صحة اقدر انا اغير فيها، اقدر انا احط اللي بي، اقدر انا اسوي اللي بي بالصفحة نفسها، انا ما اعتمد عليهم، ما اخليهم يتحكمون بصفحتي، انا اتحكم بشيء اللي ابي.
الوقت. طبعا أنا أبي أقدر أغير بصفحة، مو شرط أنا مثل إني مو شرط هذا العنوان ألتزم بهذا العنوان، أنا أغير، أنا أتحكم بالشيء اللي أبي أستخدم هذا الصفحة حق ثاني، أقدر أستخدمها حق شيء ثاني، مو شرط إني أستخدمها حق الشيء نفسه. حق الورايا برانش اوكي، مثلا انا طلعت شيء صار عندي شيء اذا انا استخدم هذا الصفحة اتم اي بس شيء واحد 200 اوكي، وهذا اقدر انا اشوف سوي مني كم اخر شيء وكذي. اهم ان انا ما قلت لكم اقدر اغير الصفحة، اقدر اسوي كل شيء ابي بالصفحة من غير اي تقييد من غير اي شيء. اوكي مني هذه الصفحة وايد حلوة لحق الحضور والغياب، اذا كنت معلمة او دكتورة او استاذ نقدر نستخدم هذه الصفحة. الكلاس نيم نقدر نحط مني اسم الصفحة، تيتشر ستودنت اللي طالب، اوكي مني كاتب لنا مني بريزنت، بي يعني بريزنت، ال يعني ليت، اي يعني ابسنس، اوكي يو ار اند يو فور اوكي يعني لول يعني انا اقدر اغير احط غياب مثلا عندنا حاضر تأخير وشذي، أقدر أحط لي أبي ما أتقيد فيهم، أقدر أسوي كل شيء أنا أبي بصفحة، أوكي مثل ما جايبين مني فوق أنا هذي حاط لنا التواريخ، حاط لنا الأيام، حاط لنا كل شيء بالضبط، أوكي ومني آخر شيء يحسبنا كم مرة تأخر، كم مرة غاب، كم مرة طبعا مني اخر شيء يحسب لي الريت اوكي يعني من الدرجات كما شايفين كم طالب A B C الهومورك الاول كم واحد حل كويز وكم واحد حل تيست 1G كذي نكون خلصنا اول خانة اللي تشوف سامبلت. اوكي الشيء الثاني اللي هو هذا اللون الاحمر او اللون المتغاير تحت بعد نحط مثلا صف ولا هو جريت انا مني اقدر اكتب اسم الطلبة اللي بحرف الـ A والـ B والـ C اوكي أنا أكتب الحرف يعني أقدر أكتب اللي أبي بالضبط، شو إن عندنا كل الأحرف سوري أوكي جينكو خلصنا الخانات أوكي. بس أنا بعلمكم على شغلة اللي شفتوا هذه النقطة تكون على الصفحة من تحت ثلاث نقاط هذه نقدر نقطع عليها نشوف ان عندنا كذا كذا شيء edit people اقدر اني انا اكتب الايميل اللي بنزله اياه والمسج بقدر edit له اوكي. ثاني شيء get link يعني خلاص مثل مجرد ما احط كوبي حنا اوريكم copy paste سوري يصير عندي دخل لي الصفحة نفسها اللي أنا حطيت عليها كوبي حق اللينك أوكي وشفت إن
تعزيف عقد البيانة أو شيء، تقدر الحصول على التطبيق الأب نفسه أو إنه ما يبي. أوكي. أقدر send a copy حق منو أبي. أوكي. أقدر نسيب عندي. لما تشوف من تحت ما الله دي. أوكي make a copy. حسب ما أبي، وأتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا البرنامج.